عيالة لا يفوت الحمد لله. شو مسوين عرض على الكدلة؟ حاطينه في حوض موية، حاطين معه سمك. السيارة فكرتها انه ضد الصدى يعني. شو العرض؟ حوض سمك موية كدلة. يا دين أم الجنان اللي انتوا عايشين فيه. Designing the transmission, one of the key features is how they supervise as quick as possible to maintain a high level of smoothness. And one of the benchmarks that you use for شوف المويه، المويه ما هي دخلتها جوا. يعني لا انه المويه ما تدخل جوا السياره، فاهم؟ ما هي داخله.